نبدأ الرادار من أزمة أوكرانيا وتطوراتها الميدانية، فقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون تعرض جسر استراتيجي لقصف أوكراني، إضافة إلى اعتراض 6 صواريخ هايمرز في المقاطعة. وشنت القوات الروسية 15 غارة جوية و40 هجوما من منظومات صواريخ متعددة الإطلاق على قرى في المنطقة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية تواصل إرسال تعزيزات عسكرية إلى خيرسون، وقدرت وصول نحو 1000 جندي إلى تلك الجبهة في الساعات 24 الماضية. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه السلطات الموالية لروسيا استكمال عملية إجلاء المدنيين من خيرسون، وأشارت هذه السلطات إلى أنه تم نقل السكان من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو مناطق آمنة. تنضم إلينا أريج محمد من موسكو، كما ينضم إلينا من أوديسا عبد الله أبو هلالة. أبدأ معك أريج، وهذه التعزيزات العسكرية المتجهة لخيرسون، هل تشي بأن المعركة قد فعلا هذه المرة تكون أصعب من ذي قبل؟ فضيلة، موسكو تستعد على ما يبدو أو تعد العدة للمرحلة القادمة التي يمكن أن تكون أن تشهد تصعيدا، كما تتحدث أوساط سياسية في موسكو، تصعيدا خطيرا على جبهة خرسون في منطقة خرسون، وهو ما تدرج من خلاله موسكو تحركاتها الأخيرة في هذه المنطقة، بما في ذلك إجلاء السكان والمدنيين التي أعلنت السلطات في منطقة خرسون مؤخرا والموالية لروسيا عن استكمالها وإنهائها لهذه العملية، سواء كان بالنسبة لمن نقلتهم إلى الجهة المقابلة أو جهة اليسرى من نهر دنيبرو، أو الذين وجهتهم أو اتجه منهم نحو الأراضي الروسية القريبة من الحدود مع المناطق الأربعة التي ضمتها روسيا إلى قوامها: دانيتسك، لوغانسك، زاباروجيا وخرسون. طبعا أيضا في إطار هذه الاستعدادات، تواصل موسكو وفق بيان وزارة دفاعها صد الهجمات الأوكرانية المتواصلة على أكثر من جبهة، على أكثر من اتجاه، بما في ذلك في مقاطعة خاركف، في مقاطعة دانيتسك، في مقاطعة لوغانسك. بالنسبة لمقاطعة دانيتسك، كان هناك أنباء تحدثت عن تقدم روسي طفيف تجاه إحدى القرى بيرفامايسك في تلك المنطقة، والقريبة أيضا من منطقة كراسني ليمان، و أيضا على الطريق المؤدي إلى باخموت التي تشهد عمليات قتالية ضارية كما يصفها الجانب الروسي مع القوات الأوكرانية في تلك المنطقة. منطقة خرسون فيما يتعلق بالتعزيزات العسكرية هي متواصلة، لكن الجانب الروسي طبعا لا يركز في تصريحاته على أنه يقصد هذه المنطقة بالتحديد. هذه التعزيزات العسكرية التي تأتي في إطار إرسال المعبئين جزئيا من قوات أو من جنود الاحتياط الروس، تصل إلى كافة الجبهات وإلى كافة خطوط التماس والمواجهة مع الجانب الأوكراني. نعم. وهو نعم. ما حاول أو سعى الجانب الروسي لتحقيقه بعد القرارات والفترات الماضية. شكرا لك. ننتقل الآن إلى مراسلنا في أوديسا. كيف يترقب سكان أوديسا ما يجري بالقرب منهم بخيرسون بالتحديد التي تستعد لمعركة ضارية؟ نعم فضيلة، في الواقع قبل قليل أرسلت وزارة الدفاع الأوكرانية تطمينات ربما للشارع الأوكراني بأنه تم رفض جميع الجبهات، ليس فقط خيرسون، بجميع ما يلزم من المعدات والتجهيزات الخاصة بفصل الشتاء، لا سيما أن هذا التقرير ربما هو لنفي بعض الشائعات والتقارير الإعلامية التي تناولتها وسائل الإعلام الروسية بخصوص فيما يتعلق بنقص التجهيزات الشتوية للمقاتلين الأوكرانيين، وهو ما أعلنت عنه قبل قليل وزارة الدفاع، أن جميع الجبهات تم رفضها بما يلزم لاستمرار القتال حتى في فصل الشتاء. بالفعل الأنظار تتوجه الآن إلى خيرسون، هناك حشود عسكرية أوكرانية في تلك الجبهة. تحدثت صباحا وزارة الدفاع عن إرسال 6 فرق
ست فرق قتالية تكتيكية إلى تلك الجبهة، وهو ربما استعدادا لخوض المعركة الحاسمة كما يقول الجانب الأوكراني. في هذه الأثناء أعلن المتحدث باسم الجبهة الجنوبية للقوات المسلحة أن القوات الدفاع الأوكرانية شنت أكثر من 120 هجوما منذ ساعات الصباح الباكر، استخدمت فيها ولجأت لاستخدام منظومات هايمرس الصاروخية. قال أنه تم وجرى استهداف جسر أنتونوفسكي بعدما رصدت قوات الاستطلاع الأوكرانية تحركا لآليات عسكرية تحاول عبور الجسر باتجاه منطقة خيرسون بالتحديد. لذلك الأنظار كلها تتوجه لهذه الجبهة، بالتحديد الجبهة الجنوبية، لكن ذلك لا يعني أن توقف القتال في الجبهات الأخرى. الجبهة الشرقية هناك معارك عنيفة تجري حاليا في باخموت وفي سوليدير وأيضا في ليمان. أما جبهة دونباس كانت القوات الأوكرانية تحدثت عن هدوء نسبي في تلك الجبهة، لا سيما في منطقة سفاتافسكا التي قالت إن العوامل الجوية ساهمت من بطء تقدم القوات الأوكرانية المقاتلة في تلك الجبهة. شكرا عبد الله أبو هلالة في أوديسا، وأشكر أيضا مراسلتنا أريج محمد في موسكو.